تهدف بالأساس إلى توعية مستعملي الطريق خصوصا سائقي الدراجات النارية، لا سيما مع اقتراب موعد الدخول الاجتماعي والمدرسي، وذلك لتحسيسهم على ضرورة التقيد بقواعد قانون المرور، منها على الخصوص تأمين المركبة أو الدراجة النارية، وكذلك استعمال الخوذة الذي يعد أساسا حماية للسائق بحد ذاته قبل أن يكون لغيره. ماذا بينا احنا يحسوا الشعب على رجال الخوضة هذه، راه خاص لي زاكسيدون كاينين بزاف، والوقاية خير من العلاج، يدير الكاسك خير من اللي ما يديروش. يعني الكاسك يحميك، طيح على قدر، يعني تجي تدخل فيك واحد تطيح على راسك ديري على راسك، الطيطوار، هنا واحد فهميتلي طاح على راسه مات في البلاص، اقسم بالله غير مات في البلاص.